في هذا التوقيت من كل عام تنتشر في شوارع القاهرة، وتحديداً هنا في منطقة وسط البلد، العديد من اللافتات التي تعكس عروضاً للترويج لملايين المصريين من أجل أداء فريضة الحج. ضحايا جدد كل عام مع اقتراب موسم الحج يقعون في فخ حملات وهمية تروج لبرامجها عبر وسائل التواصل مستخدمة الأسعار المغرية صنارة لاصطياد ضحاياها. وزارة الحج والعمرة في السعودية حذرت قبل أيام من حملات الحج الوهمية، وأكدت على إصدار التأشيرة من الجهات الرسمية السعودية. عمليات الاحتيال لا تقتصر على الإنترنت. أيمن كان أحد الضحايا لإحدى الشركات التي قامت بالنصب عليه وعلى غيره نظير تسفيره لأداء العمرة. كان عمرة ترانزيت 5 أيام، كانت ب 17,500، فأنا دفعت لوالدتي والمدام 35,000 جنيه، ولحد دلوقتي بقى لي 6 شهور ما فيش أي حاجة ولا عارف أرجع الفلوس. أصحاب شركات السياحة المعتمدة وشعبة السياحة أكدتا على أهمية نشر حملات توعية للمواطنين وتحذيرهم من هذه الشركات الوهمية. إحنا محتاجين نعمل توعية عميقة. التوعية العميقة دي ممكن تكون من خلال محطة قرآن كريم، من خلال التلفزيون بشكل قاسي، والشيوخنا وعلمائنا في الدين لازم يطلعوا ينبهوا على هذا الموضوع. ظهر موضوع الحملات الوهمية للحج بطريقة كبيرة، وحربتها وزارة السياحة المصرية ووزارة الحج السعودية، انهم اطلقوا اعلانات تلفزيونية وحملات توعية للمواطن ان هو يبعد عن السماسرة ويبعد عن الشركات الوهمية اللي بتقدم عروض الحج. الكثير من عمليات الاحتيال تعتمد على من يطلق عليهم الوسطاء، والذين يختفون بعد حصولهم على أموال الراغبين في السفر. أما من يتم إلقاء القبض عليهم فتتم محاكمتهم وفق قانون النصب والاحتيال التي تصل عقوبتها إلى السجن المشدد. 15 سنة ده نصب يا مول عمي، من 15 سنة وغلق النشاط التجاري بتاعك وما ترخصت ثاني. جدير بالذكر أن نسبة المصريين تعد من أكبر جاليات الحجيج إلى السعودية. وزارتا الداخلية والشؤون الاجتماعية تقومان بتوزيع التأشيرات عن طريق القرعة. النسبة المتبقية يتم توزيعها عبر شركات السياحة المعتمدة، حيث يتم طرحها ضمن إطار السياحة الدينية. أحمد عثمان، العربية، القاهرة.